السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن غاز الخردل، وده أحد الغازات اللي بتستخدم في الحروب الكيماوية. طبعا أنت ككيمست مهم جدا أن يكون عندك وعي ومعرفة كافية بهذه النوعية من الأسلحة اللي بتستخدم من العدو المجرم تجاه المدنيين، وبتقدر توقع عدد كبير من الضحايا والإصابات. طبعا أنت ككيميائي مهم جدا أن يكون عندك معرفة قوية بهذه النوعية من الأدوات اللي بتستخدم في الحروب الكيماوية، لأن معرفتك هتكون مهمة جدا لحماية بلدك في الوقت اللي هتحتاج فيه بلدك مساعدتك. وإذا ما كانش العلم اللي هتتعلمه هينفع بلدك في الوقت الصعب، فأي علم تاني غير مفيد ملهوش لازمة. غاز الخردل له اسم هو كبريتيد الخردل، ده الكيميكال ستراكشر بتاعه. بنشوف هنا طبعا سلفر اتوم ومعها 2 ايثايل جروبس، وعلى كل واحدة من الايثايل موجود كلورين اتوم. تمام، الاسم بتاعه بيس يعني ثنائي 2 كلورو ايثايل سلفايد، فاحنا شايفين طبعا 2 كلورو ايثايل سلفايد وبيس طبعا لان في منها اتنين. كبريتيد الخردل is a liquid at room temperature. طبعا هو chemical weapon وبيكون dispersed in the form of fine mist of liquid droplets. تمام، وطبعا لانه هو سائل لزج في درجات الحرارة العادية، فده بيسمح له بالالتصاق على الاجسام اللي بينتشر عليها لفترة طويلة. طبعا غاز الخردل معروف باسامي كتير، mustard gas او mustard agent، وطبعا له military designation هو ال H او ال HD، وطبعا في بعض الكتب هتلاقوا بيرمز له بالرمز SM اختصار لكلمة سلفر موسترد. لون كبريتيد الخردل لما بيكون نقي هو كلير، لكن احيانا بيكون في شوائب فبيكون لونه اصفر غامق الى بني. السلفر موسترد HD او النيتروجين موسترد HN دول بيكونوا انواع مهمة من الفاميلي بتاعة الموسترد او غازات الخردل. دي صورة لشكل غاز الخردل لما بيحصل انفجار، بيكون ده لون الغاز. غاز الخردل بيعتبر من البلاستر ايجنتس او انواع المنفطات او عوامل التنفيط، وهي مواد كيميائيه بتسبب عند تلامسها مع جلد الانسان بثور زي اللي باينه في الصوره، طبعا حروق وفي بثور كبيره مختلفه الحجم. المسترد جاز بينتمي لمركبات اسمها السيولز، بيسبب حروق وتقرحات في الجلد، كمان لما بيستنشق بيسبب ضرر للجهاز التنفسي، بيسبب التقيؤ، بيسبب ضرر للجهاز الهضمي، بيسبب ضرر للعين وللرئتين، بيأثر على قدرة النخاع العظمي على انتاج كريات الدم البيضاء. طبعا كريات الدم البيضاء دي اللي بتحارب العدوى. غاز الخردل من اسمه له ريحة بتشبه الخردل او ريحة الثوم والبصل. اذا انطلق غاز الخردل في الجو ممكن يقعد من يوم ليومين في الظروف الجوية العادية، اما في حالة البرودة الشديدة فممكن يقعد اسابيع وشهور. جوه الجسم ما بيتحللش بسهولة وما بيتحللش بسرعة، غاز الخردل جوه الجسم بيتحلل ببطء، عشان كده بيستمر وجوده في الجسم لفترة فبيكون له أثر تراكمي في الجسم. غاز الخردل هو أثقل من الهواء، علشان كده لما بيتم إطلاق غاز الخردل بيستقر في المناطق المنخفضة، عشان كده بعد شوية لما نشوف طرق الوقاية والحماية من الهجوم بغاز الخردل إن على المدنيين الانتقال للأماكن المرتفعة، علشان تركيز غاز الخردل بيكون أكبر في المناطق المنخفضة. طبعا احنا قلنا ان الاويلي نيتشر بتاعت المسترد جاز بتخليه مستقر على الاسطح اللي بيتعرض لها، وقلنا نتيجة ان هو يمكن انه يؤذي الجسم عن طريق الاستنشاق او ملامسة الجلد او العينين او اي جزء مكشوف من الجسم، فبيكون افضل طريقة للوقاية هي حماية الجسم كاملا باستخدام بروتكتيف كلوثينج، وطبعا باستخدام الاقنعة الخاصة بالوقاية اثناء الحروب الكيماوية. طبعا لازم يكون الجسم كله مغطى بالملابس الواقية مع الأقنعة الخاصة بالحماية من الغازات الكيميائية. طبعا في فيديو هيكون في شرح لأنواع الأقنعة وأنواع الملابس اللي بتحمي أثناء الحروب الكيماوية، هتلاقوا الرابط بتاعه في صندوق الوصف إن شاء الله. طبعا استخدام الأسلحة الكيماوية معروف من الحرب العالمية الأولى، وكان بيتم إطلاق الأسلحة الكيماوية نحو خنادق الأعداء من كل طرف من المتحاربين في الحرب العالمية الأولى. طبعا بعد ما عرفنا الأعراض اللي بيسببها التعرض لغاز الخردل، أكيد السؤال بيجي دلوقتي إيه هي الميكانيزم أوف أكشن بتاعة غاز الخردل. هنشوف حالا فيديو بيوضح لنا الميكانيزم أوف أكشن بتاعة السلفر موسترد، وهي بتوضح لنا ان سلفر موسترد هو سترونج الكايليتنج ايجنت افكت الدي ان اي والار ان اي والبروتينز في الجسم،
وده بيحصل نتيجة تكون السلفونيوم ايون اللي بيعمل الكايليشن للدي ان اي، فبيؤدي الى ان الستراندز بتاعت الدي ان اي بتتكسر وبيحصل سيل ديث. والسلفونيوم ايون نتيجة ان هو عنده هاي الكتروفيليك بروبابيلتي بيقدر ان هو بينس تو ا فرايتي اوف سيلولار ماكرو موليكولز زي ما هنشوف حالا. طبعا احنا قلنا ان في نوعين من المسترد جاز، في نيتروجين مسترد وفي السلفر مسترد، والاثنين بيقدروا يعملوا الكايليشن للدي ان اي. السلفر مسترد بيكون السلفر اتوم متصلة باتنين كربونتين ومع كل واحدة في كلورين اتوم، اما النيتروجين مسترد فبيكون النيتروجين متصلة بثلاث مجموعات كل مجموعة كربونتين ومعها كلورين اتوم. السلفر مسترد بيكون لونه ابيض لو كان كلير، وبيكون لونه اصفر وله رائحة شبه الخردل لو كان مش بيور. في الحروب بيستخدم السلفر مسترد اكتر من الكلورين والفوسجين، لان الكلورين والفوسجين غازات فبتعتمد على توجيه الرياح ليها، اما السلفر مسترد فبيقدر يصيب الضحايا سواء بالتنفس او بملامسة الجلد، وطبعا كان بيستخدم في الحرب العالمية الاولى في قذائف. وطبعا لما بيكون بيور ما بيكون لهوش لون ولا ريحة، فبيصعب على الاعداء اكتشافه وبيقدر انه يحقق اصابات في الاعداء بتظهر عليهم الاعراض بعد كذا ساعة من استنشاقه ومن تعرض اجسامهم للقطرات المنتشرة في الجو. السلفر مسترد ده هو لايبوفيليك فبيحب جدا يدوب في الدهون، وبالتالي لما بيصيب الجلد على طول بيجي عند طبقة الهايبوديرم وبيبتدي يدوب، وبيبتدي 90% من التركيز بتاعه بينزل لمجرى الدم وينتشر في الجسم، و10% بتستقر في الهايبوديرم في طبقة الجلد. بعض الناس بتظن ان تفاعل المسترد جاز مع الجسم بيكون نتيجة تكون الأحماض لما بيتفاعل مع المية، لكن المسترد جاز مش بيبقى ده تأثيره الوحيد، لأن هو بيقدر يدوب في طبقات الجلد ويدخل على مجرى الدم وبيسبب تشوهات للدي ان اي زي ما هنشوف حالا. بالنسبة للنيتروجين مسترد فبيدخل بين الستراندز بتاعة الدي ان اي ويبتدي يرتبط مع النيتروجين الموجودة في الجوانين نيوكليوتايد. اما بالنسبة للسلفر مسترد فده بيكون unstable cyclic intermediate في الاول اللي اسمه ايثيلين ايبي سلفونيوم ايون اللي بيكون ده شكله، طبعا شايل بوزيتيف تشارج فبيدور على اي شيء فيه الكترونز عشان يرتبط بيه، فعلى طول بيروح يرتبط ايضا بالنيتروجين اتوم اللي في الجوانين. طبعا في الحالتين بالنسبة للسلفر مسترد او النيتروجين مسترد بيكون تركيب الدي ان اي ابتدى يتغير، تبتدي الخلايا تعالج هذا الموضوع بانها تكسر شريط الدي ان اي وتبتدي تعتبر ان حصل دامج، فبتعمل بروجرام سيل ديث، وده اللي بيؤدي لظهور النفطات او البثور على جلد الضحايا للاصابة بالكانسر بعد كده. في الحرب العالمية الاولى ما كانش فيه استخدام للاقنعة والملابس الواقية من الغازات الكيميائية، وبالتالي كانت الاصابات في الاطراف المتصارعة كبيرة جدا، وكان من انواع الاصابات هو الاصابة بعمى مؤقت او عمى دائم نتيجة التعرض لغاز الخردل. وطبعا الاطراف المتصارعة كانوا الجنود بتاعهم بيعانوا من هجمات غاز الخردل لانه كان بينتشر في الهواء وبيستقر في الارض، بيترسب في المية في الابار اللي بيشربوا منها على ثيابهم، فكان طبعا بيسبب لهم نسبة وفيات عالية جدا. وطبعا كان ارتداء الاقنعة لوحدها غير كافي لان اي جزء مكشوف من الجلد كان بيقدر يدخل منه غاز الخردل الى الجسم ويسبب الوفيات، بالاضافة طبعا الى تسميم مصادر المياه اللي كان بيعتمد عليها الاطراف المتصارعة في الشرب. بعد ما عرفنا الميكانيزم اوف اكشن بتاعة المسترد جاز، في تيبل هنا بيوضح بعض المركبات للمسترد فاميلي، وطبعا اول مركب معانا هو المسترد، ده الاسم الشائع بتاعه، وعرفنا ان الكود او الميليتري ديزاينيشن بتاعه هو H او HD، وطبعا الاسم بتاعه هو Bis-2-chloroethyl-sulfide. في مركب اخر اللي هو رقم 2، ده الرمز بتاعه Q، ده اسمه Bis-2-chloroethyl-cyo-1-2-ethane. المركب الثالث ده رمزه T، وده Bis-2-chloroethyl-cyo-ethyl ايثر طبعا. فكل دي مسترد فاميلي ليها اثار شبه المسترد، بيختلفوا عن بعض في بعض الخواص الفيزيائية، ودي ايكويشن اللي احنا شفناها في الفيديو من شوية، غاز الخردل
بيقوم بألكلة القاعدة الأمينية للحامض النووي، تمام، بيعمل ألكيليشن للدي ان ايه، وادي السلفونيوم ايون اللي طبعا بيرتبط بذرة النيتروجين الموجودة في الجوانين بيز في الستراند بتاع الدي ان ايه. طبعا في حالة انك عارف ان العدو المجرم يمكن ان يقوم بهجمات باستخدام غاز الخردل، فيجب عليك مبدئيا اخذ الاحتياطات بلبس الملابس الواقية من الغازات لحماية المدنيين والجنود، واخذ الاحتياطات الكاملة للتأكد من ان العدو لم يقوم باي هجمات بغاز الخردل قبل هزيمته وانسحابه من المعركة. اول اعراض للاصابة بغاز الخردل بتظهر على الضحايا هي الم شديد واحمرار في الجلد، بعد عدة ساعات ممكن توصل ل36 ساعة بتبتدي تتكون البثور على جلد الضحايا، وبتكون النفطات دي او البثور كبيرة ومليئة بالسائل، بتكون العيون ملتهبة بشكل مؤلم وبيحصل تعتيم في الرؤية. طبعا يسعل المصابون وتحدث لهم بحة في الصوت وأزيز تنفسي ولهاس وتشنج في مجرى الهواء، بيحسوا بضيق في الصدر ويحسوا بغثيان والقيء. طبعا لازم التوجه بالضحايا فورا للمستشفيات لتلقي العلاج الطبي، واهم عامل من عوامل العلاج هو إزالة كبريتيد الخردل من الجسم ومن الملابس. في الغالب الدكاترة بيعالجوا النفطات كأنها حروق عادية، وبيغطوا النفطات بضمادات معقمة، وبياخدوا نفس الإجراءات اللي بياخدوها مع الحروق العادية كإسعاف أولي للمرضى، وبيتم وضع مراهم فيها مضاد حيوي على حواف الجفون عشان يمنعوها من الالتصاق ببعضها، وطبعا ممكن يدوا تنفس بالأكسجين للناس اللي عندهم صعوبة في التنفس. وطبعا في حالة انك كنت شخص مدني وتعرض المكان اللي انت فيه لهجوم بغاز الخردل، فمن اهم طرق الوقاية انك تنتقل لمكان مرتفع، علشان غاز الخردل زي ما قلنا اتقل من الهواء فبينزل في الاماكن المنخفضة، ولازم ارتداء ألبسة لا تسمح بنفاذ المواد الكيميائية مع قناع يغطي كامل الوجه ومرشح ملائم يمنع تسرب الغازات لجهازك التنفسي. من الحاجات كمان اللي لازم تنتبه لها ان بعض المواد زي المعادن والزجاج والرقائق المصقولة بتمنع عبور الخردل، لكن السطوح المدهونة بالطلاء بتختزن الخردل لفترة وبتعيد اطلاقه بعد كده. يجب استبدال الملابس اللي تعرضت لغاز الخردل والتخلص منها بانك تحطها في كيس وتقفله كويس، وبعدين الكيس نفسه تحطه في كيس تاني وتقفله كويس. اول حاجة لازم تعملها لتقليل تأثير الخردل على الضحايا لحين نقلهم للمستشفى هو غسل الجلد والعيون بالمية كويس جدا لمدة لا تقل عن 10 دقائق. وطبعا لمعلومات اكتر عن الوقاية من الهجمات بغاز الخردل والاسعافات الاولية، في فيديو موجود على القناة تحت بلاي ليست باسم الوقاية اثناء الحرب الكيماوية، هتلاقي فيه بعض الارشادات المفيدة للوقاية والاسعافات الاولية اثناء الهجوم بغاز الخردل. طبعا في حالة تعذر وصول الاسعاف ليك، فبعض الاسعافات الاولية عند التعرض لغاز الخردل هو غسل الجلد والعينين بسرعة بالمية. اذا تعرض شخص لشرب كمية من كبريتيد الخردل يجب عدم اجباره على التقيؤ، ولكن يشرب كوب من الحليب. وطبعا الحليب هنا مش علاج للتسمم، لكن هو احد الاسعافات الاولية اللي بتخفف من حدة التسمم في المعدة. اما بالنسبة لتطهير الجلد من اثار غاز الخردل ففي غسول بيسمى RSDL، اختصار لكلمة Reactive Skin Decontamination Lotion، وده بيتطهر بيه الجلد، او استخدام تربة فولر او الدقيق لازالة الخردل من على الجلد، وهنتكلم عن فولر ايرث في فيديو منفصل نوضح ازاي بتكون مفيدة وازاي بتستخدم في ازالة غاز الخردل عن الجلد، هتلاقوا الرابط ان شاء الله في صندوق الوصف. وباختصار تربة فولر او فولر ايرث refers to naturally occurring material، تراب موجود بشكل طبيعي في طبقات الارض بيتم استخراجه وعنده high absorptive capacity، اسمه باللغة العربية تراب القصارين، وهو مادة شديدة الامتصاص للسوائل مكونة من سيليكات الالومنيوم المميهة، بتستعمل في انواع البودرة الممتصة للرطوبة كمادة مرشحة وكحفاز، بتكون مواد ممتازة فلانها شديدة الامتصاص للسوائل فبتقدر ان هي تزيل الخردل من على جلد الضحايا. والبنتونايت والفولر ايرث دول ليهم فيزيكال بروبرتيز بتخلي ليهم كوميرشال ابليكيشنز كتيره، فمن ضمنها انه بيستخدموا كابزوربنت للاويلز والجريس والكيميكالز، واحيانا كمان بيستخدم كتراب للتخلص من فضلات الحيوانات الاليفه اللي بيتم تربيتها في البيوت.
في حالة عدم توفر ال RSDL أو تربة فولر أو الدقيق لتطهير الجلد بتاع الضحايا، فممكن تطهير الجلد باستخدام محلول مخفف من مواد التبييض المنزلية زي الصوديوم هايبوكلورايت اللي هو مبيض الكلور اللي بيستخدم في المنزل، ده أصلا صوديوم هايبوكلورايت، فبنعمل تخفيف له وبنستخدمه في تطهير الجلد، وكان بيستخدم في الحرب العالمية الأولى كمحلول مطهر لتطهير جلد الضحايا. والصوديوم هايبوكلورايت هنتكلم عنه برضو إن شاء الله في فيديو منفصل، بيتم تحضيره عن طريق تفاعل الصوديوم هيدروكسيد مع الكلور فينتج الصوديوم هايبوكلورايت اللي رمزه NaOCl. بيتم تخفيف الصوديوم هايبوكلورايت او المبيض المنزلي، يعني ممكن نحط معلقة كبيرة من المبيض المنزلي في جالون من المية، الجالون بيكون حوالي 4 لتر من المية. بعد ما بنعمل عملية التخفيف دي يمكن استخدام المحلول ده في عملية التطهير للجلد، ومن المعروف بشكل عام ان المحلول المخفف ده يمكن استخدامه كمحلول فعال للتطهير بشكل عادي ضد البكتيريا وضد الفيروسات في المنازل. ومن المحاليل المشهورة اللي تم استخدامها على نطاق واسع لتطهير جلد الضحايا اللي تعرضوا للإصابة أثناء الحروب الكيماوية هو الداكنز سوليوشن. وداكنز سوليوشن ده أساسا هو عبارة عن صوديوم هايبوكلورايت بتركيز 4% إلى 5%، ومعاه صوديوم بايكربونيت علشان يعمل ستابلايزيشن للبي اتش، وقليل من البوريك أسيد، وبيستخدموا في تطهير جلد الضحايا. في حالة عدم توفر أي من الوسائل السابقة لتطهير جلد الضحايا وإزالة أثار الخردل من على أجسامهم، فيمكن استخدام الماء والصابون، وإذا ما كانش فيه حتى صابون فيمكن استخدام الماء بتدفق كبير لكن ضغط منخفض، يعني ما نخليش الماء تندفع على أجساد الضحايا لكن تنزل بغزارة على أجسادهم لإزالة الخردل، لأن غاز الخردل بينحل في المية. كمان من المحاليل اللي بتستخدم هو محاليل الكلورامين، ودي برضو ان شاء الله هنتكلم عنها وعن تحضيرها في فيديو منفصل، وهتلاقوا الروابط الخاصة بيها في صندوق الوصف ان شاء الله. طبعا بالنسبة للسنسز بتاع المسترد ايجنت اللي بدأ طبعا في الحرب العالمية الاولى واستخدمته الاطراف المتصارعة في قتالها ضد بعض، ففي طرق كتيرة للسنسز. اول طريقة طريقة ديبرتس، والطريقة دي تم استخدام فيها ال SCL2 مع الاثيلين ونتج فيها المسترد جاز. في طريقة تانية هي طريقة ليفنشتاين. طريقة ديبرتس استخدم فيها سلفر داي كلورايد، اما طريقة ليفنشتاين فاستخدم فيها سلفر مونو كلورايد وبرضو فعله مع الاثيلين. تالت طريقة هي طريقة ماير، وده استخدم السايو داي جلايكول الناتج من تفاعل كلورو ايثانول مع بوتاسيوم سلفايد، وبعد كده عمل له كلورينيشن باستخدام الفوسفورس تراي كلورايد فنتج له المسترد جاز. رابع طريقة ماير كلارك ميثود اللي استخدم فيها كونسنتريتد هيدروكلوريك اسيد بدل الفوسفورس تراي كلورايد عشان يعمل كلورينيشن للسايو جلايكول، ودي اكويشن بتوضح التفاعل. بيبتدي التفاعل باتنين كلورو ايثانول، تمام، هيفعله مع مية وفي وجود الصوديوم سلفايد نونا هيدريت، تمام، هينتج له السايو داي جلايكول، هيعمل له كلورينيشن باستخدام ال HCl على طول هينتج له المسترد جاز. طبعا في الطريقة بتاعت ديبرتس والطريقة بتاعت ليفنشتاين تم استخدام سلفر داي كلورايد وسلفر مونو كلورايد مع الاسيلين. بالنسبة للسلفر داي كلورايد فده بيكون بريكورسر لانتاج الاورجانو سلفر كومباوندز، وده بيكون هايلي كوروسيف وتوكسيك، وهنتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله في فيديو منفصل، وجميع الروابط ان شاء الله هتلاقوها في وصف الفيديو. اما في طريقة ماير فكنا قلنا ان تم استخدام السايو جلايكول مع البي سي ال 3، وطريقة ماير كلارك استخدمت ال HCl بدل بي سي ال 3، وكانت طريقة ماير كلارك هي الشائعة في التحضير في اثناء الحرب العالمية الاولى. طبعا من الطرق اللي بنتخلص بيها من غاز الخردل هو ان احنا نفعله مع صوديوم هيدروكسيد. طبعا المسترد جاز اللي هو بيس 2 كلورو ايثايل سلفايد رياكتس ويز صوديوم هيدروكسيد جيفينج داي فينايل سلفايد، وادي الايكويشن، ادي المسترد جاز وفعلناه مع ال NaOH على طول بيتكون داي فينايل سلفايد وبيتكون ميه و NaCl. الصوديوم ايثوكسيد كمان ممكن نستخدمه في
تكسير غاز الخردل وبيتفاعل شبه ما بتتفاعل الصوديوم هيدروكسيد. فكبريتيد الخردل بيتفاعل مع الصوديوم ايثوكسيد وبيدي الداي فاينيل سلفايد، ودي طبعا الاكويشن، ادي المسترد جاز مع الصوديوم ايثوكسيد بيدينا داي فاينيل سلفايد وايثانول وان اي سي ال. وطبعا بنستخدم الصوديوم هيدروكسيد او الصوديوم ايثوكسيد للتخلص من السلفر مسترد اللي عايزين نكسره، زي انه يكون في مخزون من السلفر مسترد وعايزين نقوم باتلافه، فبنفعله مع الصوديوم هيدروكسيد طبعا تحت كونديشنز معينه. بعد ما شفنا تفاعل السلفر مسترد مع الصوديوم هيدروكسيد والصوديوم ايثوكسيد، فايضا الكومباستشن بتاع السلفر مسترد مع الاكسجين لما بيحترق في الهواء بينتج ثاني اكسيد الكربون وميه وHCl وسلفوريك اسيد. ده بيكون شكل منصات من قذائف المدفعيه عيار 155 ملي بتحتوي على الHD او المسترد ايجنت. بالنسبه للسنسز بتاع الاذر مسترد فاميلي اللي كنا شفناها في الجدول، فده اللي هنتكلم عليه ان شاء الله في الفيديو الجاي مع السنسز بتاع النيتروجين مسترد اللي بيكون لهم طرق متشابهه جدا في عمليه التحضير.